كان حماقة أنا لبس تقليدي في رمضان في الأعياد في يعني أنا قلت لك أي حاجة عندها علاقة بالمغرب لأن أنا عندي واحد الروح وطنية ما تصوريهاش بزاف بزاف دونك أي حاجة عندها علاقة بالمغرب ديالنا كتلقيني ديما فيها. فاش كنمشي ليفونت بريفي بعض المرات كندير إعلانات للجميع يعني لكل شيء وكنمشي في حالي يقدر المصمم من بعد من يشوف انك درتي ليه الاعلان من غير من انك تطلبي منه يعني مقابل كيولي هو كيتصل بيك كيولي كيكلمك ولا كاين اللي ما كيكلمكش يعني ماشي دونون دونون يعني ما انا ماشي من داك النوع اللي كيقول هذا عنده 200 كار 300 كار 400 كار غادي نتحط معاه سوغ ستوري باش يطلع لي انستغرام ديالي لا لا اي واحد ما عنديش مشكل يعني نقدر نتافيش مع اي واحد حتى بديت هكاك حتى بديت بشويه 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 وكانوا ناس فايتيني في ليكا ويعني عندهم جمهور كبير وتيحطوني يعني كانوا كيصوروني كيتاقيو لي النون ديالي يعني داكشي كيجي روا كيجي يعني عادي ماشي انا غادي نتصور معاك باش تحطيني عندك حيت انت عندك اكثر مني ولا انا عندي اكثر منك. رمضان غزال كندوز غير في الكوزينه الا دخلتي عندي لي ستوري غتلقيني غير في الكوزينه ما كنخرجش من الكوزينه. المهم انا كنموت على المملحات يعني داكشي حلو ما عنديش معاه يعني مملحات كنحماق عليهم بيتزا يعني كلشي بروات معمرين لي سيغار معمرين ايوا تشهيت رمضان. انا النوع اللي في رمضان ما كنخرج كنبقى في الدار قليل نقدر نخرج واحد جوج المرات لانه بحكم انا ساكنه في مراكش عندنا الصهد وحتى ملي كيدل الاذان وكيبرد شويه الحال دونك كتكوني عيانه دونك انا في رمضان ما كنخرجش قليل نقدر نخرج دو فوا ا تخوا فوا كاع الا كثرت. بالنسبه للتلفزه المغربيه حيت كيجيونا تقريبا في الوقيته ديال الفطور واكثر شخص كنبغي نتفرج ليه هو الفد كبور يعني شخصيه اكثر من رائعه من احسن الشخصيات اللي دازوا عندنا يعني في المغرب من احسن الشخصيات اللي تجسدوا عندنا في التلفزه المغربيه. دابا كبوابه اللي انا تعرفت بها عند الناس هو تيك توك. تيك توك مي كديري غنى كديري ميك اب كديري يعني هادشي ايفيتي في شهر رمضان يعني غادي يقل. نقدر نبحث على يعني كونسيبت جديد شي حاجه جديده يعني عندي الافكار باقي مشتته مازال ما جمعتهاش ولكن ان شاء الله غتكون شي حاجه جديده قريب 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 قريب. كنشكرهم كاملين وكنقول للناس يعني رمضان على الابواب رمضان مبارك سعيد دخل عليهم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله وكل خير. وكنقول للناس اللي عندي في الانستغرام شكرا لمساندتهم لدعمهم واللي عندي في تيك توك حتى هما شكرا لمساندتهم ودعمهم وحبهم وشكرا لكم.